اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت اللهم ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، كف عنا من آذانا، لا تخيب فيك رجاءنا، واستر ولايانا يا مولانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار ومن عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار.
واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا واجعل الجنة متقلبنا ومثوانا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا قنا اللهم شر ما أهمنا وغمنا وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. دعوناك فاستجب دعاءنا دعوناك فاستجب دعاءنا. اللهم تردنا خائبين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مقبول وتجارة لم تبور. يا عزيز يا غفور برحمتك نستغيث أغثنا بفضلك يا رحمن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.